يا صباح الفل والخير على حضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الصباح. النهاردة يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020. أولا دخلنا خلاص فصل الشتاء من يومين، دي حاجة. تاني حاجة أيام قليلة جدا وتفصلنا 23، ما أنا قلت 23 ديسمبر. من يومين بدأنا فصل الشتاء وخلاص بإذن الله أيام قليلة جدا تفصلنا عن رأس السنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله الأعوام القادمة تكون أفضل بكتير. أحب بقى أبدأ هذه الحلقة بأن أنا أبارك لكل زمايلي، أولا طبعا الناس اللي ورا الكاميرا من فريق الإعداد، بروديوسر، إخراج، الفنيين، كل العاملين في قناة إكسترا نيوز، وزمايلي المذيعين على فوز قناة إكسترا نيوز أفضل قناة إخبارية في دير جاست. ويارب دايما كده من تفوق لتفوق ومن نجاح لنجاح. ويعني عايزة أبارك لكل زمايلي الموجودين في قناة إكسترا نيوز، لأنه هذا النجاح بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع طبعا لحضراتكم، وإن احنا دايما وكل العاملين في قناة إكسترا نيوز بيحاولوا إن هم يشتغلوا ويطوروا من نفسهم ويطوروا من أدواتنا علشان نقدر دايما إن احنا نكون عند حسن ظن حضراتكم. والخبر ده قد إيه مفرح وقد إيه فعلا بيكلل جهود ناس كتيرة جدا بتشتغل ليل ونهار علشان تطلع لحضراتكم أفضل صورة وأفضل كونتنت محتوى وأفضل تقارير. وبنشكر كمان شبكة مراسلي قناة إكسترا نيوز في كل مكان، وبشكل خاص بقى عايزة أشكر كل يعني فريق هذا الصباح الإعداد، شكرا جدا ليكم قد إيه بيجتهدوا وبيتعبوا علشان يعملوا أفضل التقارير ويعملوا أفضل الفقرات سواء كانت داخلي أو خارجي. والحمد لله الحمد لله إحنا من أفضل البرامج اللي مش بس الصباحية ولكن موجودة على الساحة الإعلامية، بفضل طبعا فريق الإعداد، بفضل البروديوسر أشطر بروديوسر آية، وبفضل الإخراج وكل الناس اللي شغالين طبعا في قناة إكسترا نيوز وبرنامج هذا الصباح. مبروك طبعا لأستاذ محمد حلمي رئيس القناة، ويارب دايما كده من تألق ومن نجاح لنجاح. طيب النهاردة معانا بقى مجموعة من الأخبار المهمة، وكالعادة احنا بنتابع مع حضراتكم دايما أخبار كورونا والحديث عن ظهور سلالة جديدة ووصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا، وأخبار كتير جدا وإشاعات عن إصابة الأطفال والأمهات، وهل ده بينتقل إلى الـ يعني الـ الـ الجنين ولا لا. هنطمن كمان حضراتكم من خلال مداخلاتنا على أولادنا الموجودين في المدارس. سنة 2020 يمكن ما حبتش تمشي من غير إشاعة جديدة عن ظهور إنفلونزا الطيور مرة تانية، هنتأكد كمان من هذه المعلومة. هيكون معانا كمان فقرات مهمة عن شروط استخراج كارت التأهيل الخاص بالمعاقين من خلال وزارة التضامن، وفقرة كمان مهمة جدا عن كورسات التخسيس لأصحاب الأمراض المزمنة. هنبدأ على طول مع حضراتكم أول خبر معانا. طيب بتوجيهات من السيد الرئيس، التقى الوفد الليبي السيد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، حيث ضم الوفد كافة أطياف ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلاً عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقاً من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك. وقد نقل السيد رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد في لقاء ظهر اليوم مع الأشقاء أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريص على وحدة الأراضي الليبية، وتمسكنا بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل للتدخل الأجنبي في البلد العربي. وهذا وقد أكد رئيس اللجنة على دعم مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثلي، واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل. وقد أعرب أعضاء الوفد
من جانبهم عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا، داعين مصر لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكلا البلدين وللحفاظ على وحدة ليبيا. وفي ذات السياق استعرض أعضاء الوفد عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك أهل الجنوب، من تردي للخدمات العامة من كهرباء، مياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج، حيث طلب الوفد بضرورة إسهام مصر في حلحلة الوضع الصعب في الجنوب وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وقد أكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة. هذا ويستمر وفد الجنوب الليبي في عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وشقائهم المقيمين في مصر. طيب، معنا كمان خبر مهم جدا وهو ما يتعلق به طبعا الأزمة السكانية وعدد السكان الكبير وخطة الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لضبط هذا الملف. وهناك كمان متابعة بشكل مستمر من الدولة المصرية لمتابعة زيادة عدد السكان، لأنه زي ما حضرتكم عارفين عمرنا ما نحس بتقدم أو نمو في الاقتصاد طول ما في أعداد كبيرة من السكان بتتزايد من غير خطة موضوعة. وبالتالي ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع امبارح لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وده كان بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. كان في بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء أنه هذا الاجتماع بيأتي استكمالا مناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكاني والوصول إلى التصور النهائي للاستراتيجية القومية في التعامل مع هذا الملف وآليات تنفيذها، التكاليف الخاصة ببنودها، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن كل ما يتم بذله من جهود في هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه التنمية، ألا وهي الزيادة السكانية اللي أكيد بتؤثر بشكل سلبي على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين. وأشارت الدكتورة أميرة توادرس مدير المركز الديموغرافي خلال عرضها الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023 إلى أنه الهدف العام للاستراتيجية بيعتمد على ضبط النمو السكاني لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 أو يعني 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية، منوهة إلى أنه الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
نروح بقى لوزارة التربية والتعليم ونطلب يعني نطمن كمان على طلابنا اللي موجودين في المدارس، بالأخص بعد حذف أجزاء من المناهج لتسهيل على طلابنا. الدكتور كمان طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال إنه عدم احتساب غياب الطلاب خلال المدة المتبقية من الترم الأول يعني إشراف ولي الأمر على استكمال الطالب المحتوى من خلال القنوات بقى التعليمية التلفزيونية ومنصات بنك المعرفة ومكتبة الحصص الجديدة الموجودة على الانترنت. طيب هنعرف المزيد من التفاصيل مع دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أنا وسهلا. يعني إحنا عندنا أولياء الأمور بيشتكوا أصلا من صعوبة المناهج وعدم القدرة على المتابعة بشكل مستمر مع الولاد، يبقى إزاي هم هيكونوا مسؤولين عن المذاكرة للطلاب في حالة الغياب؟ الحقيقة طبعا وزارة التربية والتعليم وضح الدكتور طارق شوقي وضح هذا الأمر بأن هو خصص قنوات فضائية ومنصات تعليمية وقنوات تلفزيونية بنك المعرفة باعتباره أكبر مكتبة في الشرق الأوسط إلكترونية، وعندنا اللي هو منصة التعليم المصري، وعندنا المتعلم متصل واسأل المعلم، وعندنا البرامج التلفزيونيه، وعندنا كل ده زخم، ده كل ده بيدي مصادر متعدده للاسئله وللتدريبات عليها ولشرح الدروس ولمناقشه الطلاب، وده كله بيوفر للمتعلم وقته سواء كان في البيت او كان في اي مكان بيستطيع ان هو يتواصل عبر هذه الوسائل المتعدده. كان الاول في كتاب واحد، اصبح في مصادر متعددة، والتنوع والتعدد ده مصدر ثراء. أولياء الأمور يخشوا على منصة مصر، منصة التعليم المصري، هيجدوا كل الابليكيشنز وكل الروابط اللي ممكن ان هم يتواصلوا بيها مع المنصات التعليمية، ويجدوا رسالة التعليمات والتوجيهات اللي ممكن تفيد الطلاب وتفيد أولياء الأمور. الحقيقة طبعا أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا للسادة أولياء الأمور، إن الكتاب المدرسي النصوص اللي موجودة فيه والمواد اللي موجودة فيه اللي المدرسين الخصوصيين هالكين نفسهم مع الطلبة فيها مش هتيجي في الامتحان. الامتحان بعيد عن الكتاب المدرسي، الامتحان لا في ثانوي الخلاصة الكتاب المدرسي يا فندم. أولياء الأمور اللي بيروحوا السناتر ولادهم يقفوا في طوابير ويخشوا السناتر مش هيمتحنوا في الكتاب ده، مش أيوة فيه. أيوة، ولكن الامتحان هيكون من خلاصة الكتاب يعني هو لا بص يا أستاذة، لا علاقة، الامتحان ليس له علاقة بالكتاب تماما، ده مرتبط بحاجة اسمها نواتج التعلم اللي هي أهداف التعليم. أهداف التعليم دي احنا بنحددها من خلال المناهج، ونضع وتوضع في ضوءها الأسئلة للطلاب في مستويات متعددة. فاللي بيقولوا له أولياء الأمور ويدفعوا فلوس والسناتر وبياخدوا دروس ويشرحوا لهم، مش هتيجي في الامتحان. لا هو بلاش طبعا دروس، لانه كورونا، بلاش دروس طبعا، احنا الموضوع ده ممنوع تماما لانه كورونا. دي سادك اشرت النقطه مهمه، وفي نفس الوقت احنا عندنا قنوات تعليميه هي بديله عن كل هذه الدروس وفيها الاسئله ولكن هي لازم الطالب يقرا الكتاب يا دكتور، احنا ما ينفعش نقول ان هي بعيده. لا الكتاب مش هو الكتاب ده يقراه كده في البيت، يقرأ لازم يقراه طبعا أسئلته. لكن هو الاسئله المرتبطه اللي هم واخدين نفسهم عليها، الدكتور طارق شوقي عمل قنوات متخصصه، المعلم المتعلم متصل اسال المعلم، منصه التعليم المصري، المكتبه الالكترونيه، كل ده موجود في الاسئله والتدريبات، برامج اذاعه والتلفزيون موجوده فيها التدريبات اللي ممكن يستفيدوا منها. يبقى ليه يروحوا بعيد والاسئله قدامهم والتدريبات قدامهم اللي هتيجي في الامتحان؟ انا مش عارف التصرف ده والتفكير ده. يعني بقى لي 50 سنه في التعليم في جامعه عين شمس، استاذ في كليه التربيه، ما شفتش هذا التصرف الا لان الناس بيفكروا بتفكير الماضي، مش هينجحوا ولادهم، مش هينجحوا في الطريقه دي. يا ساتر يا رب، ليه كده بس يا دكتور؟ لا هينجحوا ان شاء الله. اعتمدوا على الكتاب المدرسي يا استاذه. تمام، احنا لوجه الله. تمام، والوزير قال لهم امبارح بالليل مع وائل البراشي وقال لهم كل وقت وبيكرر نفس الكلام وهم ما بيسمعوش الكلام، الكتاب المدرسي مش هتيجي منه اسئله، الكتاب المدرسي مش هتيجي منه اسئله.
تمام. لا احنا النقطه دي يمكن في اكتر من مره وفي اكتر من متابعه بناكد عليها انه الامتحانات هذا العام، ويمكن كان في اختبار كمان، في اختبارات اختبرت الطلاب، اختبار هيعمله الدكتور الوزير تجريبي قبل الامتحان ان شاء الله، فيطمئنوا يعني. فيطمئنوا بالظبط، احنا عايزين نطمنهم. وطبعا فكره الدروس الخصوصيه ما ينفعش تماما في ظل الكورونا، وفعلا ما هي ملهاش اي لازمه. احنا بقى عندنا اكتر من بديل يا دكتور، زي ما حضرتك ذكرت عندنا المنصات التعليميه والقنوات وبنك المعرفه. وبعدين احنا الامتحانات المره دي معتمده اكتر حاجه على التفكير وعلى نواتج المنهج او نواتج التعليم بالضبط. وبعدين القنوات التلفزيونيه مجانيه، انت عارف سيادتك مدفوع فيها كم مليون جنيه دي للطلبه مجانا، بيجي لهم الدروس مجانا والاسئله مجانا. عارف سيادتك بنك المعرفه بيتكلم في قد ايه؟ منصه المعلم متصل واسال المعلم ومنصه التعليم المصري، دي منصات متعدده مجانيه ما فيش فلوس فيها. طب روشتة بقى من حضرتك ان شاء الله خير، روشتة بقى من حضرتك لطريقه مذاكره ولادنا في ظل الاوضاع اللي احنا فيها دلوقتي. انا هغششكم عشان خاطرك. ماشي. اما يطلعوا على البرامج التلفزيونيه عن طريق في منصه التعليم المصري، بيجدوا فيها الروابط وبيجدوا فيها الابلكيشنز وبيجدوا فيها كل حاجه. في مقاناه مخصصه لاسئله الثانويه العامه ستقدم ان شاء الله قريبا بعد ايام، دي مخصصه لاسئله الثانويه العامه. طب دي نقطه مهمه قوي. بنك المعرفه فيها زي ما حضرتك قلت، بنك المعرفه فيها اسئله متعدده للثانويه العامه. كل دي مصادر لاسئله، هم مهتمين بالاسئله، هي الاسئله موجوده موجوده عندهم في المنصات، وموجود عندهم في البنك المعرفه، وموجود عندهم في الروابط اللي عاملها وزير التربيه والتعليم والتلفزيون التعليم. فده كل دي يشوفوها، اطلعوا عليها، استمعوا ليها. طيب انا طبعا بشكر حضرتك على وجودك معانا، ومقدره طبعا يعني انفعالك في مصلحه الطلاب وفي مصلحه اولياء الامور، اللي في الحقيقه في منهم لحتى الان للاسف بيصرف اموال لا داعي لها ابدا في دروس خصوصيه، وهي فعلا خلاص انتهت. يعني فكره الدروس الخصوصيه وان انا ادفع مبالغ كتيره جدا، خلاص العهد ده فعلا انتهى مع النظام الجديد اللي حطاه وزاره التربيه والتعليم. دكتور حسن شحاته استاذ المناهج بجامعه عين شمس، قرر الأزهر الشريف إلغاء منهج شهر يناير صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية. ونص قرار قطاع المعاهد الأزهرية على أنه إلغاء منهج يناير لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية يأتي نظرا للظروف الحالية الخاصة بكورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدد من التدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لكافة المناهج الدراسية وتقديم موعد الامتحانات. طيب برضو خبر متعلق بالزيادة السكانية وخطره وتأثيره السلبي على الاقتصاد وعلى التنمية وعلى النمو، واحنا يمكن يعني يوميا لازم نتكلم في الموضوع ده لأنه هو خطر، خطر كبير جدا ووحش بياكل الأخضر واليابس. الزيادة السكانية المفرطة دي وفكرة بقى بعض العادات والتقاليد في بعض الأماكن إنه أو بعض الأفكار المغلوطة إن الأطفال الكتير دول سند وعزوة، لا إحنا دايما نتكلم في إنه لما يبقى عندك طفل صحي متعلم يعني قادر فعلا يشيل نفسه واعي، هو ده السند فعلا، هو ده اللي أنت تسند عليه. لكن فكرة الأطفال الكتير ومش مهم بقى الزمن يربيهم ونرميهم والكلام ده، فعلا يعني مفهوم ومن الأشياء الغلط جدا جدا، ولازم كل يوم نفضل نكرر
ونقول لحضراتكم وخطورة الموضوع ده عليكم أولا وعلى اقتصاد البلد. في هذا الإطار الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إنه الزيادة السكانية بتأثر حتى على الدعم بالإضافة إلى الموازنة العامة الاقتصاد المصري، وقالت إنه دعم الأسر الجديدة هيكون بحد أقصى طفلين في الأسرة الواحدة على أن تتحمل الأسرة أعباء الطفل الثالث. الأسرة اللي هتلتزم بإنجاب طفلين فقط هتحصل على مزايا إيجابية سواء في المدارس أو بطاقات التموين من دعم كتحفيز ليها. وقالت إنه ما يحدث حاليا هو ترشيد للدعم، وما نفعله من إجراءات نغطي بها احتياجات الأسر الأخرى يعني هيكون الدعم لأول طفلين وحضرتك متكلف بالطفل الثالث، وإنه الأسر اللي هتلتزم بطفلين فقط ليها دعم وتحفيز من الدولة، الطفل الثالث ده هيبقى مسؤوليتك. طيب، مصر من أوائل الدول اللي تعاقدت على اللقاح الصيني ساينوفارم، واللي بتستخدمه دول كتيرة جدا حول العالم نظرا لأنه الفعالية نسبتها كبيرة جدا وبيستهدف لحماية الجسم بالكامل من فيروس كورونا. اختيار اللقاح الصيني زي ما قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث تم على أساس علمي من خلال البحث الطبي، تاريخ هذه اللقاحات، أنواع التطعيمات، التقنيات اللي يعني بنى على أساسها هذا اللقاح واللي بتتشابه مع لقاحات الفيروسات الثانية. هنعرف المزيد من التفاصيل حول متابعة لآخر مستجدات تحور فيروس كورونا والكثير من النصائح، وإحنا يمكن يومياً محتاجين دايماً نفكر حضراتكم بهذه النصائح عشان نحمي نفسنا من الفيروس. دكتور أيمن الشبيني أستاذ الفيروسات والبكتيريا، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. اللقاح الصيني ومدى الفعالية، عاوزين نتكلم عن يعني مدى نجاحه حتى الآن، وكمان نطمن الناس في ظل أن هناك الكثير من الشائعات، فإحنا لازم يعني يوميا نطمن الناس. أنا هحاول، أولا صباح الخير على مشاهديني الكرام، هحاول أوجز في بعض الحقائق اللي تخلي المواطن حتى البسيط اللي ما عندوش امكانيه انه يقدر يجمع معلومات كافيه يقدر يتخيل معانا الوضع الحالي. اولا اللقاح الصيني هو لقاح مبني على تكنولوجي او تقنيه تم استخدامها بشكل كبير جدا في السابق للقاحات كثيره جدا خدتها المصريين وكل غير المصريين ولم تثبت نتيجه عكسيه. اللقاح الصيني فكرته بسيطه جدا، وطبعا جرعتين بيؤخذ، تم تجربته بناء على نتائج المرحله الثانيه ودخل في المرحله الثانيه الثالثه في عده دول، اولها الامارات والبحرين وبيرو ودول كثيره جدا بدايه من شهر 7 الماضي، ومصر دخلت فيه في الترايل المرحله الثالثه ولم يثبت اي اثار سلبيه نهائي، وبدليل ان الامارات بدات اعطت ابروفال ان هو يتم تطبيقه على الطاقم الطبي بداية من شهر سبتمبر، وبعد ذلك بدأت تطبقه على المستوى الحكومي من شهر نوفمبر، وبعدين ادت فول ابروفال ان هو يستخدم على مستوى الامارات بعد تجاوز نحو 31 ألف حالة في الامارات تم تطعيمهم بهذا اللقاح. الفكرة ان العدد ده كبير جدا، طبعا البحرين برضو عملت عدد ولكن اقل شوية نظرا للبوبوليشن هناك حوالي 7000، ومصر عملت منذ بداية تجربته على الشعوب في الدول المختلفة لم يظهر أي آثار سلبية، ودايما الأعراض اللي هي بتكون مصاحبة إن ظهرت هي أعراض طفيفة
اللي هي بتيجي مع اي تطعيم، اللي هي ممكن تزداد شويه سخونيه في الحراره، حراره بسيط، وبعد كده يبدا تقل الاعراض دي. وارتفاع درجه الحراره ده بيدل على ان الفاكسين اصلا نشيط وشغال وبدا يستجيب له جهاز المناعه. الصين الدوله المنتجه اصلا للقاح اعطت الضوء الاخضر لبدايه تسويقه تجاريا، بعد المعلومات اللي عندي انها تجاوزت عدد 1 مليون شخص تم تحصينهم بهذا اللقاح دون اثار جانبيه، وان نسبه النجاح في على مستوى الدول دي كلها تجاوزت او تبلغ 86%. ده طبعا نسبه كبيره جدا طبعا، مقارنه بيه. ودراسات كتيره جدا، ابحاث كتير بتقول انه ساينوفارم او اللقاح الصيني هو الاكثر امانا حتى الان من كل اللقاحات اللي موجوده. يعني هي حتى الان اكثر امانا، الاكثر امانا لان التكنولوجي بتاعته معروفه. الفاكسين بتاع فايزر وموديرنا تكنولوجي جديده مخوفه حتى الامريكان نفسهم والكنديين، لان هي تكنولوجيا جديده اول مره تستخدم. فطبعا هي نسبه الامان جايه من ان انا بجرب تكنولوجي تم تجربتها قبل كده في اللقاح الصيني ولم يظهر اي اثار سلبيه مخيفه للعالم كله على مدار السنين الماضيه، هو ده درجه الامان فيها. درجه التخوف عاليه مع التكنولوجيا الجديده لانها تكنولوجيا جديده. طب السلاله الجديده بقى للفيروس، احنا عمالين نسمع يعني في بريطانيا ظهور سلاله جديده للفيروس والتحور والتطور ويعني والكلام ده مخوف الناس جدا يعني، فايه قصه بقى ظهور سلاله جديده من الفيروس؟ طيب هي يعني اسمحي لي اوضح بس ان هي ما فيش سلاله جديده من الفيروس، هي بس طبعا الميديا عشان هي اللفظ ترجمته هو فاريانت، فاريانت يعني متغير او تحور في الفيروس او في السلاله الام، لكن هذا التغير تغير قد يكون كبير او بسيط. فما زال لان احنا يعني لو حصل سلاله جديده احنا هندخل في مرحله خطره جدا. فانا بس عايز احط من الناس مصطلح سلاله جديده ليس واقعا حتى هذه اللحظه. يعني مفيش حاجه اسمها سلاله جديده، الكلام ده غير صحيح. في متغير وراثي ناتج من السلاله الام، بمعنى ان السلاله الام تغيرت بعض خصائصها الطفيفه، وباكد بكلمه الطفيفه لان لو حصل اكثر من الطفيفه هتبقى في مشكله، مشكله في الفاكسين، مشكله في الاعراض والكلام. فانا عايز اطمن الناس ان السلاله الموجوده هي حصل فيها تحور، واللي حصل في انجلترا ان نسبه التحور كبيره شويه، حصل حوالي تغير في 17 جين او جزء من الماده الوراثيه. هذا التحور لن يثبت حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ان اي من اللقاحات بما فيهم اللقاح الصيني وفايزر وموديرنا واللقاح الروسي فقد قدرته على التحكم فيه، لا، ما زال كل هذه اللقاحات قادره على وقف انتشار هذا الفيروس بكل تحوراته، والتحورات ليست في انجلترا فقط. هي الفكره ان عمليه الحصر والرصد في انجلترا عاليه جدا نتيجه انهم بيعملوا تحليل للماده الوراثيه على مستوى شبه يومي، فقدروا يحددوا نوع التحورات دي بشكل كبير، لكن لا يوجد سلاله جديده، وهذا على مسؤوليتي الشخصيه وعلى اساس علمي، لا يوجد سلاله جديده على مستوى العالم. هناك تحورات في السلاله الام ونسبتها كبيره جدا، وتحورات متكرره شبه يوميا، ولو عملناها في مصر هنلاقي في تحور. طب اخر الاعراض اللي ظهرت مع هذا التحول للفيروس، يعني احنا كنا عارفين انه الاعراض الاولانيه كانت فقدان الشم والتذوق وبترجع مره ثانيه بعد الشفاء، الكحه الناشفه، الترجيع، الاسهال، دي كانت بعض الاعراض في بدايه ظهور الفيروس. دلوقتي بقينا نسمع حاجات غريبه جدا، يعني بقينا نسمع انه بيأثر اولا على الجهاز الهضمي، اخر دراسه بقى انا قريتها امبارح بيؤدي الى فقدان الذاكره، ودي يعني طبعا مش متاكده منها بس دي دراسات يعني، والناس لسه عشان فيروس جديد فلسه دراسات شغاله، بس دي بقى يعني تبقى مشكله مصيبه لو كمان بتؤدي الى فقدان الذاكره. فاحنا عايزين برضو يعني نطمن الناس اخر الاعراض المؤكده للفيروس. هو حضرتك قلت الخلاصه، ان حضرتك قلت جمله مفيده جدا، ان هذا الفيروس جديد. طبعا كل ما معنى وجود فيروس جديد او اي ميكروب جديد معناه ان يتطلب دراسات متعدده. فاللي شغالين في الجهاز العصبي بيعملوا دراساتهم وبدات تظهر نتائجهم، اللي شغالين على مستوى الجهاز الهضمي
بيعملوا نتائجهم، فكل ما تظهر نتائج بتبدا تستغل بشكل للاسف سلبي نسبيا، لان احنا ما فيش دراسات مؤكده ما لم يتم تكرارها، بمعنى ان كثره تكرار البحث العلمي هو ما يؤكد الافتراضيه العلميه، فبالتالي كل النتائج لا يتم تاكيدها بشكل كبير. الاعراض الغالبه والظاهره دي اللي هي حضرتك ذكرتيها، جت في الجهاز الهضمي او في الجهاز التنفسي. طب عايز اقول للمشاهد بس الكريم حاجه بسيطه يقدر يربط اي تغير عرضي. هذا الفيروس بيتمكن من مستقبل معين في الجسم. هذا المستقبل اللي بيمسك فيه موجود في كتير جدا، في اجزاء كبيره جدا من الجسم، بما فيها القلب والشرايين الدمويه، وموجود في الرئه وموجود في المعده والامعاء. فمتى وجد الفيروس هذا المستقبل هيمسك فيه؟ يبقى اذا احنا مرتبطين بمسار للفيروس، هو رايح فين ووصل بجرعه قد ايه، واني مستقبل قدر يمسك فيه الاول. فعشان كده دايما امراض الجهاز التنفسي هي الاكثر انتشارا. ليه؟ لان التنفس الفيروس اول ما بيلاقي يا اما يدخل على الحنجره، بيدخل على الحنجره يروح على الجهاز التنفسي ممثلا في الرئه، او انه ينبلع ويروح على الجهاز الهضمي ويروح في المعده. فعشان كده دايما الاعراض المرتبطه بالمعده والامعاء وامراض الجهاز التنفسي هي الاكثر انتشارا. انا بشكرك يا دكتور على وجودك معانا، وبنعتز دايما بمشاركتك معانا. دكتور ايمن الشبيني، استاذ الفيروسات والبكتيريا، شكرا لك. طيب، توقع خبير اللقاحات الأمريكي سكوت غوتليب، طبيب وسياسي ومفوض إدارة الغذاء والدواء FDA السابق، أنه فيروس كورونا سيتطور عشان يخلي اللقاحات عديمة الفائدة كل 3 سنين، وقال أنه لا أعتقد أنه هذا الشيء نحتاج إلى تحديثه كل موسم، يمكننا إلقاء نظرة على السلالة السائدة ومحاولة تحديثها أكثر بشكل منتظم. وقال ان هو يعني بيعتقد انه هذا التحور كل عامين او ربما 3 سنوات، ويعني واضاف بعض التفاصيل الاخرى بشان هذا التحور. هنعرف المزيد من التفاصيل مع دكتور كريم السويدي، استاذ الفيروسات. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليكم على مصر كلها. هو بالنسبه لفيروس كورونا او علاج كورونا، وبالنسبه للفيروس اللي خصنا الكوفيد 19، كده كده من خصائص العيله دي سرعه التحور، بس التحور ده ما بيتمش على نطاق كبير على الحمض الريبوزي او الحمض الحامل الماده الوراثيه للفيروس. الدليل كثافه العدوى اللي كانت منتشره في المملكه المتحده في الفتره الاشهر اللي فاتت، ولما حصلت قالوا في سلاله سريعه الانتشار، هي مش سلاله ولا حاجه خالص، لان السلاله دي زي ما بنتكلم على مرض الانفلونزا اسمها في H5N1 دي انفلونزا الخنازير، دي السلاله، والسلاله الثانيه زي H5N2 او H5N1 او H5N8 دي سلاله انفلونزا. ده لسه كان دكتور ايمن قبل حضرتك كان بيقول لنا ان مفيش حاجه اسمها ظهور سلاله جديده من الفيروس، ولكن الفيروس بيتحور زي ما حضرتك بتقول بيتطور فقط. فالتحور او التطور ده شيء طبيعي خالص عشان الفيروس يقدر يعمل عدوى، لان الفيروس هو عاوز يتكاثر ويكثر من عدده. تمام. بالمعنى البسيط خالص، فعشان يتكاثر ويكثر من عدده ويعمل عدوى للانسان او للحيوان، ده دي نظريه عامه على كل الفيروسات، لازم يهرب من الجهاز المناعي، ولازم يغير شكل الشوكه البروتونيه اللي على سطح الفيروس عشان يزود من قوه ارتباطه جوه للخليه اللي هيتم عدوته. ده بالظبط اللي حصل مع الفيروس بخصوص الكوفيد 19، هو بخصوص 17 حمض اميني على الشوكه البروتونيه اللي هي الجزء الصغير خالص اللي مدياه شكل التاج، زي ما بنسميه زي ما عرفناه وسميناه، اللي هو الكورونا ده معناه الفيروسات التاجيه باللغه اللاتينيه، هو الشوكه البروتونيه اللي على سطحه ده التحور اللي حصل في تكوين السنه عشان تقدر تهرب من الجهاز المناعي وتقدر تعمل عدوى للخليه جوه. تمام. السؤال بقى عشان نبسط الموضوع اكتر للناس، هل اللقاحات الحاليه هتكون عديمه الفائده مع الطفره الجديده او مع التحور او مع التطور لفيروس كورونا؟ لا طبعا،
عمرها ما هتكون عديمة الفايدة بالمنظور ده، ومش عاوزين نخلي الناس تتشائم وتفقد الأمل في أي حاجة خالص خالص. تمام. تبقى التحور ده الفيروس عامله على مستوى صغير، مستوى صغير الفيروس ده احنا مش شايفينه فعلا، ولكن تكوينه كبير جدا. اللقاحات المعمولة إن كان اللقاح الصيني أو لقاح شركة فايزر أو اللقاح الروس أو أي لقاحات هتنتج تاني، لا هي بتتعامل مع كذا جزء من الفيروس بحيث تدي مناعة أكبر فترة ممكنة وتطلع أجسام مضادة للجسم يفرزها لأكبر فترة زمنية ممكنة وبأكبر تارجت أو بأكبر رقم ممكن. الجزء اللي حصل ده هو سببه في انجلترا الفترة اللي فاتت شهر سبتمبر لاحظوا ان زيادة العدوى كل 100,000 زادت 4 أضعاف على المعدلات الطبيعية اللي كانت مسجلة السنة الأشهر الشتاء اللي فات في شهر 2/1. تاني حاجة ان في بعض الحالات كانت تظهر عليها أعراض كورونا ما كانوا بيجوا يشخصوا بوحدة البي سي آر كانت تطلع في بعض الأوقات نيجاتيف، فلما جم وتتبعوا خطوة السيكونسنج أو تحليل الأحماض الأمينية اللي حصل فيها تغيرات الفيروس اكتشفوا التحول ده في ال 17 حمض أمين. الاس بروتين او الشوكه اللي بتكون منها الفيروس ده بتتكون من 350 حمض اميني، مش قصه اللي انا 17 ده هيدمروا كل حاجه، لا الكلام ده خاطئ خالص، ودي صفه طبيعيه في لعيله الكورونا ككل، ودي صفه تتميز بها الفيروسات، وهنظل في صراع ابدي وازلي بين اي فيروس خلاف الكوفيد او خلاف عيله الكورونا واي زي الايد زي الانفلونزا زي فيروس سي زي فيروس بي هيباتيتس تايب بي زي هيباتيتس تايب ايه. احنا كده البشريه في صراع، لازم نغير من سلوكنا المجتمعي ونتبع الاجراءات الصحيه عشان نقدر نتغلب على الحاجه دي. دكتور يعني هل التحور ده معناه زياده خطوره الفيروس ولا ممكن الشراسه بتقل؟ يعني تحور، كلمه التحور وبالاخص اللي احنا رصدناه الفتره الاخيره وما تحور فيروس كورونا خلال اليومين اللي فاتوا او الشهور اللي فاتوا، هل الاعراض بتزيد؟ هل الشراسه بتقل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا التحور ده لحد دلوقتي ما فيش حاجه مثبته عنه، ولكن التحور اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي خصنا على الشوكه البروتونيه في الاس بروتين الخاص بالفيروس هي كل الفكره فيه اللي بتخلي الفيروس يهرب من الجهاز المناعي ويدخل جوه الرئه بسرعه، ولكن التحور ده مش على طريقه كبيره اللي هو الجهاز المناعي يكون ما فيش اي خلفيه عنه او غير متناسب مع الناس اللي تم تحصينهم او تم اخذ تحصينهم، وفي نفس الوقت مش بالضراوه الكافيه اللي هو يعمل عدوى جديده. الكلام غير كده خالص. هو السنه اللي فاتت في شهر سبتمبر زي دلوقتي العدوى دي كانت موجوده وما كناش نعرف عنها حاجه وبنتعامل عليها كدور برد طبيعي، هي لما زادت لو احنا بقى بنتكلم على الوقت الراهن وخدنا عنها فكره وبدانا نتبع الموضوع بدانا بقى نبقى حريصين الشديه ليها بقى اللي هو بدا يظهر بدا ينتشر، وهو طبيعه عيله الكوفيد فيروس الكوفيد بتنتشر في اشهر الخريف واشهر الربيع. تمام. دي الاختلافات الجويه الحاده تقلبات، ولكن يا دكتور يمكن الايام اللي فاتت قعدنا نقرا بعض الاخبار كده اللي بتقول انه التحور فيروس كورونا يعني ادى الى ايضا اصابه الاطفال، يعني احنا كنا دايما نقول انه الاطفال مناعتهم قويه، ولكن في الوقت الحالي بعض الانباء بتقول فيروس كورونا او عيله الكورونا الفيروس خصوصا كوفيد 19 بيرتبط بمستقبل جوه الخليه اسمه اي سي اي 2. الاي سي 2 ده ساعه ما الطفل بينولد او كده بيكون نسبته قليله تكاد تكون 20% في جسمه او 10%، تبقى في شكل اي سي اي 1 بعد البلوغ والنمو اللي هو مثلا 16 سنه بيبدا اللي هو الريسبتور ده هو اللي يظهر بكثافه اكتر، والريسبتور الثاني الاي سي اي 1 يقل في تركيز في عدد الخلايا اللي جوه جسم الاطفال دي اللي هو اللي تم بلوغه يعني. لذلك ودي من رحمه ربنا يعني. لذلك معظم الاصابات واحنا حتى هنلاقيها بقى لو احنا مش بنتكلم بصوره علميه وهنتكلم بصوره طبيعيه خالص هنلاقيها جوه الاسر، حد يقول لك انا كان عندي العدوى وظهرت عليا سخونيه او فقد حساسيه الشم وما ظهرش على حد معايا تاني. هي اختلافات جينيه جوه العائلات ولكن بين الافراد قصدي وبعضها البعض، ولكن المستقبل ده فعلا بيكون زاد فوق الناس اللي سن بلوغهم تم فوق 16 سنه. انا بشكرك على وجودك معنا دكتور كريم السويدي استاذ الفيروسات
وعايزين ارجوكم يا جماعه بجد نخلي بالنا من نفسنا، نخلي بالنا من صحتنا. الاعداد بتزداد حول العالم بشكل غير يعني مسبوق. الفتره الاخيره زاد فيروس كورونا حول مختلف دول العالم بشكل كبير جدا. الحمد لله بقى عندنا لقاح في لقاح، ولكن الاولويات بتكون للاطباء، اصحاب المناعه الضعيفه، اصحاب الامراض المزمنه، ده في كل دول العالم اللي حصلت على اللقاح. حتى ان ياتيك اللقاح لازم كمامتك في بقك ومناخيرك وكحول في ايدك، يعني لسه لازم نحافظ على التباعد الاجتماعي، لان للاسف في ناس كتيره جدا نسيت تقريبا انه في كورونا ونسيت الاجراءات، وفي ناس زهقت. لا، ارجوكم نخلي بالنا من نفسنا وصحتنا واولادنا، لانه الفيروس ده لما بيجي لبعض الناس ممكن على حسب طبيعه كل جسم وعلى حسب مناعته. في ناس بجد بتتعب جدا، وفي ناس بتتوفى، وفي ناس بتتاثر، وفي ناس تانية يعني مش بيبان عليها الاعراض. فده على حسب طبيعه كل جسم، فما تجربش على نفسك. خد احتياطاتك لما تيجي تنزل من بيتك، البس كمامتك، تباعد اجتماعي، بلاش البوس والاحضان وكل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان. لازم نحافظ على نفسنا بشكل اكبر من كده، وهو ده هيبقى اسلوب الحياه الفتره اللي جايه. حتى بعد ما ناخد اللقاح لازم برضو الحاجات دي نحافظ عليها. وربنا يحفظنا يا رب، ويحفظ كل العالم، كل الناس ان شاء الله. طيب يعني انفلونزا الطيور، بعض الناس الفترة الأخيرة برضو فضلوا يقولوا إن إحنا عندنا انفلونزا الطيور وموجودة في المزارع ومعرفش إيه. طيب نفت الحكومة ما تردد عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن. الكلام ده مش صحيح تماما في كل محافظات الجمهورية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن ببعض المحافظات، وإنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ولنفت تلك الأنباء. وشددت على أنه كافة مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تماما من أي أمراض وبائية. وعلشان نعرف المزيد من التفاصيل معنا دكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. صباح الخير. أهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. مصدر هذه الشائعة؟ اولا طبعا دي شائعه، احنا فوجئنا طبعا بالخبر ان تفشي الانفلونزا الطيور في كرة في محافظه وادي الجديد. احنا عايزين نقوله ان الانفلونزا الطيور يعني تقريبا تحت سيطره. احنا من 2017 مفيش عندنا اي اصابات بشريه. طبعا الاخبار دي مش مظبوطه، وخاصه يعني محافظه وادي الجديد دي من المحافظات اللي بتتمتع بالبعد الوقائي، بتتمتع بالتركيبه الجغرافيه بتاعتها انها جوه الصحراء بعيد عن المحافظات الاخرى. المسافه بين القريه والقريه ممكن توصل ل 200 كيلو، فده في حد ذاته ضد تفشي او لا يساعد على تفشي الامراض. يعني ما هياش مثلا مزارع مزدحمه في قرى مزدحمه، لا ما فيش الكلام دوت. وطبعا احنا ما عندناش نرصد هذه البؤر زي ما نشر. احنا بل بالعكس ان احنا دلوقتي انفلونزا الطيور، احنا بس عايزين نطمن الناس ان احنا ما بنسمحش للطيور انها تتحرك من المزارع او تتنقل او تتباع الا ما بعد ما يتم ان احنا نسحب منها عينات بنفحصها في المعامل، وعند خلوها وثبوت انها خاليه من انفلونزا الطيور بيتم السماح ونطلع تصريح او نصدر تصريح بالسماح بنقل هذه الطيور. طيب ايه الخطه، خطه الوزاره في العموم لمنع انتشار اي امراض او عدوى بين الطيور في المحافظات المختلفه؟ بص حضرتك، اولا احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها الطيور التربيه المنزليه وفي التربيه التجاريه. التربيه التجاريه المزارع زي ما قلت لحضرتك احنا بنعرف الكتاكيت دخلت امتى، بنعرف وبالتالي بيبقى متحدد امتى هيبقى سن البيع. قبل سن البيع بنروح ناخد نسحب عينات نبعتها للمعامل، المعامل المختصه، المعامل بتفحص تقول لنا النتيجه سلبيه، بنبتدي نسمح للطيور انها تتنقل، او ايجابيا نبتدي ان احنا ناخد اجراءاتنا من خلال التطهير والتعقيم والتخلص الامن من الطيور. بالنسبه للتربيه المنزليه احنا بنعمل، احنا عشان نحافظ على او نمنع الانفلونزا الطيور في التربيه المنزليه، احنا الطيور اللي بتتباع للريفيات دي بتبقى جايه من حاجه اسمها حضانات او مزارع بتربي الطيور دي في كتان او بط لمده اسبوعين ثلاثه.
احنا بنروح في المزارع ديت اللي هي الحضانات ديت ونبتدي نحصن الطيور ضد انفلونزا الطيور مجانا، علشان خاطر الطيور دي بعد كده لما تتنقل للتربيه المنزليه تبقى عندها مناعات كافيه ضد المرض. وهذا الاسلوب من احنا تابعناه من 2016، احنا الحمد لله وصلنا ان احنا بنقول ان احنا عندنا زيرو اصابات بشريه بسبب هذه الاستراتيجيه. طيب هل تطعيم الطيور يعني نفهم ان حضرتك بيتم بشكل دوري بغض النظر بقى عن وجود مرض او عدوى؟ هو طبعا احنا دلوقتي يعني التطعيم بيتم في المزارع كويس، اللقاحات عندنا اللقاحات متوفره بكميات تغطي انتاجنا، احنا عندنا انتاج كبير جدا من الانتاج الدجاجي، احنا بنتكلم على من تقريبا قد ايه؟ 300 مليار و300 طائر سنويا. انتاجنا من البيض طبعا حوالي 13 مليار، كل ديت يعني هو حجم كبير من الثروه. الحمد لله اللقاحات المنتجه محليا وبنكملها بالمستورد، لا عندنا يكفي يعني يغطي هذا الانتاج من خلال اللقاحات. ثاني حاجه عمليات احنا برضه بنروح نفحص المزارع ونشوف التطبيقات الاجراءات الامن الحيوي، اجراءات الامن الحيوي دي هي الاجراءات اللي بتتم جوه المزارع اللي بيها ان المزرعه دي تحمي نفسها من دخول الامراض، والمزرعه اللي بتطبق الاجراءات الامن الحيوي بصوره جيده بنديها شهاده بتاعتها. تمام. واحنا الحمد لله عندنا دلوقتي 14 منشاه المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه اعترفت بيها انها دي منشات بتطبق الاجراءات الصحيه البيطريه ونظم الامن الحيوي وخاليه من امراض من مرض انفلونزا الطيور، وبالتالي مسموح لها بانها تصدر منتجاتها. اخيرا يا فندم، ازاي بيتم مكافحه الامراض المستوطنه بين الثروه الحيوانيه والداجنه؟ شوفي حضرتك طبعا احنا بنتكلم دلوقتي، احنا لو بنتكلم على بنتكلم على الحيوانات الثروه الحيوانيه بنتكلم على المشي، احنا في برامج مكثفه بنعملها باوقات محدده خلال السنه، بنتحرك من بيت لبيت وبنروح نحصن الحيوانات ديت. لو بتتكلمي على التربيه المنزليه، التربيه المنزليه طبعا لان دي كتاكيت بتدخل في وقت معين وتطلع وقت معين، في كل في برامج للتحصينات وبرامج في العلاج والوقايه، فكل المزارع ديت احنا بنروح نشرف عليها من خلال زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنروح نسحب منها عينات ونتاكد انها سليمه. واحنا ما عندناش اي مشاكل في التربيه لا التربيه التجاريه، وعلى زي ما قلت لحضرتك التربيه المنزليه يعني لحد كبير احنا ما جاتلناش اي بلاغات عن انفلونزا الطيور. وزي ما قلت لحضرتك برضو ان موضوع ان احنا بنروح نفحص كمان الاسواق تمام عشان نتاكد ان الاسواق دي هي مرايه. شكرا لحضرتك، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى كل هذه التفاصيل، دكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، شكرا ليك يا فندم. طيب نروح بقى للافتتاحات. وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لتعمير بيوت الله عن افتتاح 60 مسجد بعد بكرة يوم الجمعة في 16 محافظة، علشان يكون إجمالي ما تم افتتاحه بس من أول سبتمبر 2020 656 مسجد، ده طبعا غير المساجد التانية اللي تم افتتاحها طبعا خلال الفترة الأخيرة، وده ردا على كل الشائعات اللي بتقول غير وعكس هذا الكلام. الحمد لله الدولة المصرية الفترة الأخيرة بتبني وبتعمر، ومنها طبعا بتبني بيوت الله في كل محافظات الجمهورية وبشكل كبير جدا وغير مسبوق. الكلاب كمان مش بس ان هي بتقدر يعني تشم المخدرات او الممنوعات، ولكن دربوها علشان تشم الشخص المصاب بكورونا وتقدر فعلا تكتشف انه مصاب بكورونا. فين بقى الكلام ده؟ عن طريق شم عرق الناس في مطار تشيلي الدولي امبارح الثلاث، الكلام ده لسه امبارح. الكلاب بقى اللي بتشم فيروس كورونا دي جزء من طريقة يعني بديلة وسريعة وفعالة من ناحية التكلفة لحكومة تشيلي لتحديد المسافرين المصابين بالفيروس. وزير الداخلية والأمن العام
التشيلي عرض أول ظهور لاستخدام الكلاب للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، بدأ في مطار سانتياغو الدولي. يعني في النهاية الكلاب هتحط كمان مناخيرها في العمل الطبي، مش بس إن هي بتبحث عن المخدرات والممنوعات، ولكن كمان تقدر دلوقتي بعد التدريب إن هي تكشف عن فيروس كورونا. وزير الداخلية والأمن العام التشيلي قال إن الكلاب المدربة هي الأولى في الأمريكتين وتالت دولة في العالم تعمل فيها الكلاب على الشن. الفكرة بقى أو السلطات قالت إنه فريق الكلاب مكون من 4 يمكنها شم ما يصل إلى 250 شخص في الساعة. تم تدريب الكلاب على اكتشاف أنواع مختلفة من الروائح الموجودة في العرق الخاصة بكوفيد 19 العرق البشري، وبالتالي يمكنها اكتشاف شخص مصاب بكورونا طبعا زي كده ما حضراتكم شايفين. والله يعني أنا بحب الإبداع يعني والابتكار، وفعلا شيء مش مكلف. دربوا مجموعة من الكلاب في المطار إن هي تشم الناس أو العرق البشري أو الأشخاص المصابة بفيروس كورونا، وهذه النوعية من الكلاب هي قادرة على فعل هذا الأمر. وإنه الكلاب مش فقط للحراسة أو مش فقط قادرة على إن هي يعني تشم الممنوعات أو المخدرات، ولكن دلوقتي أصبحت تستخدم لفيروس كورونا. وأنا أعتقد بيتهيألي انه الموضوع ده هيتم تطبيقه في اكتر من دولة، لان زي ما قلت لحضراتكم الموضوع مش مكلف تماما وكمان سهل، والكلب يقدر ان هو يعني يكتشف 250 شخص في الساعة، فده عدد كبير جدا يعني بالمناسبة. طيب دايما كل انسان بيجتهد او بيحاول ان هو يجتهد علشان ينجح في مشروعه، ودايما بتكون افكاره كده من الخيال وبيتم تنفيذها صح. طيب احنا برضو معانا مثال علي عمران، شاب باكستاني جات له فكره ان هو يطور مطعمه الصغير، عربيه اكل مشروبات في الشارع الباكستاني. جات له فكرة تزيين المطعم بتاعه للفت الانتباه، فبقى ما شاء الله عليه مشهور جدا جدا هناك في باكستان. ومن المعروف والمشهور في باكستان فن تزيين السيارات الكبيرة اللي هي بتكون يعني مصدر فخر للكثير في باكستان، ودايما بيتم استخدام بشكل متزايد ورئيسي في الديكورات. الشيف عمران اللي أطلق على عربيته اسم تي جي جراند تارك قال انه دي فكرة عالمية ونفذناها في اسلام اباد، والغرض منها سد الفجوة الكبيرة في السوق المحلي بعد ما لاحظنا نقص في عربيات المطاعم والاكل، فجاءت فكرة تقديم خدمة ترتبط بالتقاليد والثقافة الباكستانية، واضفنا كمان لمسات فنية على الشاحنات والعربيات اللي بتقدم الخدمة طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين، منتهى الروعة ومنتهى الجمال، وحاجة كده صراحة بتلفت الانتباه وتفتح الشهية. يعني أهم حاجة فتح الشهية، مش مهم إن الأكل طعمه حلو، لما شهيتك بتتفتح بتاكل أي حاجة. هنكمل مع حضراتكم ما بعد الفاصل باقي أخبار وفقرات هذا الصباح، ولكن على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلي همام مجاهد. برحب بحضراتكم مرة تانية. بتتيح وزارة التضامن الاجتماعي استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيقدم العديد من المميزات لذوي الاحتياجات الخاصة. دي طبعا ضمن رؤية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مرة تانية في المجتمع. برحب طبعا بضيفي الكريم دكتور خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور برحب بحضرتك. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على مصر كلها، صباح الخير على اخواتنا من ذوي الاعاقه.
اولا عاوزين نعرف مميزات هذا الكارت، يعني هو كارت الخدمات المتكامله اللي بيعتبر طبعا من اهم المميزات اللي حصل عليها ذوي الاحتياجات الخاصه خلال الفتره الاخيره. بالظبط كده، هو يعني اسمحي لي قبل ما اتكلم على مميزات الكارت اشير الى ان في اهتمام واضح واهتمام كبير قوي من القياده السياسيه بالاشخاص ذوي الاعاقه. يمكن بدأ الاهتمام ده يظهر بصورة واضحة لما جينا عملنا الدستور المصري سنة 2014 واللي تضمن 9 مواد كلها بتتضمن العديد من الخدمات والالتزامات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مننا احنا كدولة أو مننا احنا كمجتمع. بالإضافة المادة 10 بتستفيد منها النساء ذوات الإعاقة. يمكن بعد الدستور المصري شفنا كلنا أن القيادة السياسية وفخامة الرئيس خصصت عام 2018 عام للأشخاص ذوي الإعاقة. في نفس العام ده في بدايته صدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وفي نهايته صدرت لائحته التنفيذية واللي كانت فاتحة أو بادرة لأن كل أجهزة الدولة بالفعل تنظر للأشخاص ذوي الإعاقة. فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، هي مبدئيا بطاقة أو زي ما بيطلق عليها كارت ذكي، ده بيمنح للأشخاص ذوي الإعاقة المصريين أو الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. بيمنح للاشخاص ذوي الاعاقه اللي ينطبق عليهم. بمعنى ايه الاجانب؟ نعم، بمعنى ايه الاجانب؟ حضرتك قلت بيمنح للمصريين مصري الجنسيه او الاجنبي بشرط ان يكون في ما بيننا وما بين دولته بروتوكولات ومعامله بالمثل. يعني هذا الكارت، كارت الخدمات المتكامله اللي ممكن يحصل عليه مصري او غير مصري، او غير مصري على حسب بروتوكول ما بيننا وما بين الدوله. لو كانوا بيتعاملوا بهذه الطريقه مع ذوي الاحتياجات الخاصه المصريه الخدمات المتكامله. بالاضافه لان هو يكون من الاشخاص ذوي الاعاقه وتنطبق عليه الماده الثانيه من القانون. طيب عايز بقى اتكلم عن كارت الخدمات المتكامله، فايدته ايه؟ ايه مميزاته؟ بيقدم ايه لذوي الاحتياجات الخاصه؟ هو الكارت المعترف به لدى كل أجهزة الدولة، واللي بيه فيما بعد الشخص ذوي الإعاقة هيحصل على كل الخدمات، سواء كانت خدمات من وزارة الصحة تتعلق مثلا بالكشف الطبي المجاني أو توفير أدوية أو توفير مكملات غذائية، سواء كانت الخدمات دي مقدمة ليه من وزارة النقل تتعلق مثلا بوسائل مواصلات ميسرة ومتاحة، أو خصم على تذكرة أو نفقات وأجور النقل. يعني لو احنا شايفين دلوقتي في مترو الأنفاق التذكرة مثلا ب10 جنيه وب15 جنيه، لا هي للأشخاص ذوي الإعاقة لحد دلوقتي بنص جنيه. يمكن مميزاتها ليه في ما يتعلق مثلا بالخدمات اللي ممكن تقدمها له وزارة المالية، واللي بتتعلق بان هو لو جاب سيارة بتبقى سيارة معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، لو استورد من بره أجهزة او معينات يستوردها بدون يعني ضرائب او رسوم جمركيه، فبتبقى بالنسبه له ده امتياز. يمكن مثلا بنشوف ان الاشخاص ذوي الاعاقه لهم حق في ان هم يتملكوا وحدات سكنيه متاحه وميسره من الاسكان الاجتماعي بموجب هذه البطاقه. في حاجات تانية زي التشغيل ضمن نسبة 5%، لو هو رايح يشتغل في شركة الشركة دي فيها 20 عامل فأكثر، فهو بيبقى له كوتا أو بيبقى له نسبة للتعيين 5%. طيب ألخص سريعا، حضرتك قلته مميزات هذا الكارت الخاص بي أو ليه ذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم وقلنا العمل، قلنا خصومات على وسائل النقل والمواصلات،
في كمان الحماية الاجتماعية. تكلمنا عن بالنسبة لوزارتنا احنا يعني يمكن كارت الخدمات المتكاملة او بطاقة اثبات الاعاقة الخدمات المتكاملة بتتوح له ان هو ياخد كل الخدمات اللي احنا بنقدمها كوزارة التضامن الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بخدمات بتقدم له من مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو كانت بتقدم له من مراكز العلاج الطبيعي أو كانت بتقدم له من المراكز اللغوية أو سواء كانت عبارة عن دعم نقدي زي اللي احنا بنشوفه في برنامج كرامة، دي كلها دي البطاقة دي كلها مميزاتها فيما بعد هو الشخص ذوي الإعاقة يحصل على هذه الخدمات بموجب هذا الكارت. إعفاء جمركي، تعليم والعمل، خصومات على النقل والمواصلات، الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت الرعاية الصحية والتأهيلية. بالضبط، البرامج والأنشطة اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي هو بيحصل عليها بموجب هذا الكارت. شروط بقى الحصول على هذا الكارت. شروط الحصول على هذا الكارت أنا قلتها لحضرتك، اللي هي مصري الجنسية أو أجنبي بشرط المعاملة بالمثل أو إن هو ينطبق عليه مفهوم الشخص المعوق. إجراءات بقى حصوله على بطاقة الخدمات، يعني هي دي بس الشروط؟ هي دي الشرطين الوحيدين فقط اللي تضمنهم القانون. طيب هل في موقع للتقديم إلكترونيا لذوي الإعاقة الحركية؟ موقع مش لذوي الإعاقة الحركية بس، هو موقع حجز لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لكافة أنواع الإعاقات. تمام. احنا يمكن في المرحلة اللي احنا فيها بنستهدف الإعاقات الشديدة اللي هي الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي سواء الطولي أو السفلي، التوحد، الإعاقة السمعية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الجزام، دي كلها الإعاقات اللي احنا بنستهدفها في المرحلة الأولى. عندنا موقع متاح استخدامه لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن نقوله يعني يمكن هو الموقع ardis.moses.gov.eg/EDR. واحدة واحدة علينا بقى كده. تمام. أنا على فكرة اديته للإعداد، ممكن يبقى معانا كده إن شاء الله. تمام. ده الموقع الخاص للتقديم والحصول على الكارت. بالظبط كده، لكن هو يعني محتاجة أقول لحضرتك إن برضو بتعليمات من معالي الوزيرة إحنا كان هدفنا إن إحنا نيسر على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى إن الشخص ذوي الإعاقة لو ما سمحتش ظروفه ان هو يحجز بنفسه هو بيتقدم لمكاتب التأهيل اللي احنا بنشرف عليها على مستوى الجمهورية وعددهم 225 مكتب، وهم بيساعدوه بيسجلوا له اجراءاته. اجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هو يا بيحجز من بره يا زي ما قلت لحضرتك المكتب بيسجل بيانات. هو الأول بيجيب لهم تقرير طبي من أي مستشفى حكومي، بيجيب لهم الفحوصات اللازمة وفقاً لكل نوع إعاقة، بيتوجه للمكتب، المكتب بيبدأ يجري معاه التقييم الوظيفي، وده المرحلة الثانية من مراحل إثبات الإعاقة اللي بيها أنا بطلع على أداءاته الحياتية اليومية ومدى تأثير ما يعاني منه على أداء هذه الأداءات. تمام. بعد ما بعمل معاه التقييم الوظيفي وبثبت كل بياناته في استمارة اسمها استمارة الخدمات الشاملة، خلاص أنا يعني بأجزم إن هو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو لا. لو هو من الأشخاص ذوي الإعاقة بنودي بياناته دي كلها لشركة الطباعة اللي بتولى عملية طباعة البطاقات، وبعد كده بنوزع البطاقات ديت بالتنسيق مع هيئة البريد. بيحصل على هذه البطاقة بمقابل مادي؟ هو يعني وفقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء هي الرسوم بتاعت بطاقة الخدمات المتكاملة 50 جنيه فقط، ودي رسوم استيفاء
يعني نماذج مميكنة وبتتضمن برضو صناعة البطاقة في حد ذاتها. محتاج يجددها كل فترة؟ هو وفقا لأحكام القانون كل 7 سنوات هو بيجددها، بس عشان احنا دخلنا عليها خدمة ميزة يعني كل 5 سنين هي صلاحيتها بين 5 سنين. طيب هل في تيسيرات بقى لذوي الإعاقة الموجودين في المحافظات البعيدة؟ كانت تعليمات معالي الوزيرة بأن احنا نيسر عليهم، بمعنى ان احنا شغالين على نظام مميكن، يعني هو لو مثلا من أسوان وهو يعني محل عمله في القاهرة، هو ممكن يتقدم لي في أي مكتب تأهيل من المكاتب وهسجل إجراءاته دون التقيد بالنطاق الجغرافي أو سكنه وفقا لبطاقته الشخصية. عدد الحاصلين على هذا الكارت حتى الآن؟ والله احنا عملنا 500,000 في الاول. 500,000 هم عددهم تقريبا حتى الان. هو احنا وفقا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية من 10-15% من تعداد سكان المجتمع هم من الاشخاص ذوي الاعاقة. فاحنا يعني الارقام اللي بتتوارد كتير ان هم 11 مليون من ذوي الاعاقة بمختلف أعاقتهم، سواء بقى كانت حركية أو ذهنية أو بصرية أو سمعية إلى آخره من الأعاقات. كنا وعملتوا 500,000. كنا عملنا 500,000 سنة 2019. سنة 2020 يمكن لحد النهاردة في حدود 200,000 بطاقة خدمات متكاملة في شركة الطباعة، وجاري استخراج فيما لا يقل عن 200,000 زيهم. المستهدف ان شاء الله قد ايه الفتره اللي جايه؟ المستهدف يعني هي تعليماتنا على الوزيره ان احنا على اخر السنه 1,000,000 بطاقه يكونوا صدروا. خلال قد ايه يا فندم؟ خلال ال10 ايام اللي جايين يكون كملناهم 1,000,000 بطاقه. 1,000,000 بطاقه خلال الايام اللي جايه باذن الله. طيب رصدتوا رد فعل بقى يعني اخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ وطبعا هم ليهم يعني هم احنا طبعا في نظام جديد، واكيد ان في تحديات بتقابلنا، واكيد التحديات دي مأثره عليهم، بس الرؤيه العامه ليهم ان هم شايفين وزاره التضامن الاجتماعي بتشتغل بكافه طاقتها، بتشتغل ليل نهار عشان هم يحصلوا على هذا الكارت ويحصلوا بموجب هذا الكارت على حقوق. هم رد فعلهم سعداء، مبسوطين، حاسين طبعا هم سعداء، محتاجين حاجه ثانيه، عايزين اي اضافات في الكارت؟ رغم ان انا شايف ان الكارت ما شاء الله ده فيه كل حاجه. لا ما هو الكارت فيه كل حاجه، بس هو برضك احنا محتاجين نبص لمرحله فيما بعد الكارت. يعني احنا دلوقتي بنرتب بيتنا، بنجهز الخدمات اساسا، بنطور جميع الخدمات اللي احنا ممكن نقدمها للاشخاص ذوي الاعاقه، سواء هذه الخدمات كانت زي ما قلت لحضرتك من اجهزه تعويضيه مناسبه، علاج طبيعي مناسب، برامج وانشطه موجهه ليهم بصرف النظر عن نوع اعاقتهم. محتاجين برضك كافه الاجهزه والهيئات المعنية بتقديم خدمات ليهم ان هم يطوروا من هذه الخدمات وصولا الى الرضا الكامل للاشخاص ذوي الاعاقة، واللي احنا كلنا بنسعى ليه. اكيد انا بشكركم على جهودكم الفترة الاخيرة للوصول لاكبر كم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الحقيقة يعني هم حتى دايما لما بيتكلموا معنا ملاحظين انه في فرق كبير جدا عن زمان، بيتم النظر اليهم بعين الاعتبار، وبقى في تسهيلات كتيرة جدا، في خدمات كتيرة جدا، مميزات من بعد قانون 2018 طبعا تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، منها هذا الكارت اللي أكيد هيسهل ليهم حاجات كتير قوي إن شاء الله. دكتور خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، شكرا لك يا فندم على وجودك معنا. بشكر حضرتك وبشكر جميع المشاهدين. مشاهدينا هنكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا. طيب كورسات التخسيس من الحاجات المهمة جدا اللي بيهتم بيها معظم الناس اللي عايزة تخس،
مش بس علشان رشاقتهم وشكلهم، لا كمان علشان يكونوا اشخاص اصحاء يتفادوا العديد من الامراض اللي ممكن تصيب مريض السمنه، خصوصا بقى لو كان الاشخاص دول مصابين بامراض مزمنه، فتعامل هنا معاهم مش بيكون بنفس التعامل مع الشخص العادي. هنعرف اكتر عن كورسات التخسيس من ضيفتي دكتور نهله عبد الوهاب، استشاري التغذيه والمناعه بجامعه القاهره. صباح الخير. صباح الفل. ايه الاخبار؟ هو بصي، احنا عايزين نقول ان خليها نقول دايت او يعني ريجيم، كلمه ريجيم مش معناها دايت، كلمه ريجيم او يعتبر اسلوب حياه. احنا دلوقتي مش محتاجين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا مش محتاجين ان احنا نخس عشان نبقى يعني جمال او رشيقه زي حضرتك كده. لا، احنا محتاجين عشان صحتنا تبقى كويسه، عشان شرايننا تبقى سليمه، عشان ما تتراكمش يعني دهون البطن مثلا. يعني ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في موضوع الكورونا ان دهون البطن مثلا من الحاجات الفظيعه جدا اللي بتضعف المناعه. نبدا بقى من دهون البطن. نبدا من دهون البطن. اولا، ايه المشروبات او نعمل ايه؟ هل في طريقه معينه علشان دهون البطن تروح؟ انا بسمع دايما ان الزنجبيل مع القرفه الصبح على الريق ميه سخنه، حاجات كده عايزين نتاكد يعني منها. انا هقول لحضرتك حاجه، حكايه ان انا اشرب مشروب حارق لا، مش هنقدر نتكلم على الكلام. مش حكايه ان انا اشرب مثلا اخد قنبله اكل، اكل مثلا الترابيزه دي كلها بعدين لا انا هشرب شاي اخضر اصله بيحرق. اوكي، شاي اخضر فيه مضادات اكسده بيحرق في منتهى الجمال جدا وبيقوي المناعه، وبنستخدمه بس محتاجين على الاقل 3 مرات يوميا. بس مع ايه يعني؟ ازاي نمشي ازاي يعني؟ هو ايه يعني مثلا في حاجات مثلا اسمها الانترميتنت فاستنج اليومين دول. الانترميتنت فاستنج ده مش يعني مش دايت، انما الفكره في انه اسلوب حياه. يعني ايه؟ انت بتصومي عدد ساعات معينه من الوقت، بمعنى يعني مثلا انا كلت، في ناس بتصوم من 12، في عندك 14، في 16، في 24 ساعه على حسب مقدرتك، بتدربي نفسك. بمعنى انت بتدي نفسك وقت، مثلا ان انا مثلا من الساعه، انا اكلت اخر مره الساعه 8، فتاني يوم الصبح هفطر الساعه 8، فاذا قعدت 12 ساعه. انت من ال 12 ساعه ده الجسم بيحرق من المخزون بتاعه، اي ساعه بعد ال 12 ساعه دي فانت بتحرقي من الايه يعني احنا ال 12 ساعه بيحرق الاكل اللي كله، بعد ال 12 ساعه بيبتدي يحرق من الدهون بتاعته، بعد 16 ساعه يبتدي يحرق اكتر. لا يعني لا، فاهمينا اكتر يعني ابدا امتى احرق اكتر؟ بصي يا ستي، احنا يعني انا اكلت الساعه 8، الساعه 8 الصبح هبتدي افطر. اوكي، انا كده ال 12 ساعه دول اللي انا قضيتهم الجسم بيحرق من اللي كاله، خلاص من اللي هو ايه الاكل اللي كلناه في اليوم. والفطار انا دايما اسمع ان الفطار بيساعد على الحرق طول اليوم. المهم تفطري ايه؟ يعني مش انا الصبح مثلا هفطر، انا افضل بروتين في الفطار. يعني ما يعني لو كلتي بروتين مع دهون فانت بتحرقي كويس، بتحرقي دهون. يعني ايه مثلا؟ لو انا كلت مثلا بيض مع قطعه زبده صغيره، انا يعني عملته بقطعه زبده صغيره خالص، مفيش مشكله. لو كلت مثلا شويه مكسرات، فانا كلت دهون صحيه وخدت الياف والجسم بتاعي بيحرق كويس. المهم بتفطري ايه؟ مش هفطر كرواسون، مش هفطر باتيه. ليه بس؟ ليه؟ طب والله في حضرتك يعني في ناس تفطر كتير مشلتت. ممكن تفطري كتير مشلتت بس مره، وانس لايف يعني، او يعني وانس لايف؟ لا مش وانس لايف، وانس ويك، خلاص مش متزعليش مني. لا هو هقول لحضرتك حاجه، الفكره في ايه؟ ان انت لما تعودي نفسك يعني ايه؟ انت بداتي بتمشي نظام كويس، جيتي يوم لخبطتي ما فيهاش حاجه، ما ينفعش بقيه الاسبوع لخبط، ما ينفعش بقيه يعني انا النهارده اتعزمت، تاني يوم لا، طب خليني بقى يعني احاول بقى اعدل، ارجع تاني الجسم تاني يتعدل تاني. يعني مثلا انا اكلت النهارده كنت معزومه في فرح واكلت وانبسطت، تاني يوم احاول ابتدي الاكل متاخر بعدها بكتير، اكل زبادي، اكل خضروات، اكل سلطات، بحيث ان انا اعوض اللي انا خرفته اليوم اللي بعدها. طيب نبدا بقى اليوم، بدا اهو، احنا بدانا اليوم، قلنا الفطار، الغدا، العشاء، والسناكس اللي بتكون في النص. اوكي، الفطار قلنا احنا عايزين نبقى بروتين مع دهون. على قد ما امثله بقى، بس الدهون، بس الدهون اللي هي السليمه الصحيحه وليست الدهون المهدرجه وليست الفاست فود. يعني قلنا المكسرات، قلنا ممكن نعمل مثلا بيض اومليت بقطعه زبده صغيره،
طبعا انا عايزه اقول برضو بالنسبه للملح والسكر من الحاجات اللي بتزود وزن من غير داعي. يعني بتشد معاها ميه في الجسم وتزود وزن جامد من غير داعي. ففي املاح اللي فيها الملح طالع جديد اسمه ملح هيمالايا لو حضرتك سمعتي عنه، او نستعيد عن الملح خالص بالليمون عشان ما نكعبلش الناس. اللي هو تقريبا تخين كده شويه صح؟ الهيمالايا هو ممكن فيه يعني هو فيه تخين وفيه دلوقتي بيتباع مطحون. يعني دلوقتي موجود في الهيمالايا هو بص بتبقى فيه بوتاسيوم اكتر، بتبقى فيه نسبه صوديوم قليله. هو الفكره في الملح الطعام بتاعنا كلوريد صوديوم او الصوديوم بيشد ميه كتير قوي في الجسم، فده افيد يعني قديمه. لا الهيمالايا افيد، الهيمالايا افيد افيد بالظبط، في البوتاسيوم والاملاح المعدنيه بتاعته كويسه متوازنه ونسبه الملح بتاعته ما هياش عاليه قوي بالدرجه. لو انا مش افيلابل بالنسبه له، لو ان دلوقتي بقى عادي خالص خالص في اي سوبر ماركت بتخشي، على فكره دلوقتي الركن العطاره في السوبر ماركت يقولك انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا اللي هو معروف ان هو بتاع رجيم. يعني عندك الكينوا مثلا، هي الناس تحس انها حاجه غريبه، الكينوا دي من الالياف ممكن تستخدميها بدلا من كينوة. الرز الفريك الفريك ده من الحاجات الرائعه اللي الناس بتنساها يعني رائعه جدا. البليله، يعني انا لو فطرت الصبح كوبايه بليله، بليله في الشتاء يا جماعه وتدفي جدا في منتهى الجمال. انا طبعا بحاول على قد ما اقدر اقول لي الحاجات البسيطه. طب البليله نعمل نحط فيها نشا؟ لا خالص. اي بص حضرتك لازم دايما بيحطوا مع البليله نشا. لا انا مش عايزاكي تحطيها معاها نشا، عايزه بليله هي نفسها هي كده لبن بالبليله. لبن بالبليله اسلقها الاول. ودلوقتي اسلقيها الاول، ممكن تصفي الميه بتاعتها او ممكن تاخدي البليله نفسها تصفيها نفسها وتتاكل معاها شويه مكسرات بسيطه كده اهوت، بتبقى جميله جدا ومشبعه. او عايز تاكليها لوحدها ما فيهاش اي مشكله. البطاطا من الحاجات الكربوهيدرات والبروتين اللي فيها فيتامين اي وفيتامين سي، من الحاجات الجميله بي 1 و2. يعني عارفه انت لو كلتي بطاطايه مثلا مفيش مشكله، يعني كلتيها في العشاء كلتيها في وسط النهار على حسب ما حضرتك بتحبي او نظامك اليومي. ما يعني انا ما بحبش اقول بصي ما بتخنش تتوقف على ايه، انا مش هاكلها مثلا معاها حاجات تانية، هي بطاطايه بس كفايه، بس مفيده مغذيه، مفيده ومغذيه من احسن الكربوهيدرات الممتازه. يعني اللي احنا بنفضل دايما البطاطا عن البطاطس، يعني البطاطس لا مش كويسه. القرع من الحاجات جميله جدا، المليان الياف مليان فيتامين اي ومليان فيتامين سي. هي اكيد مش قصدها على البشاميل بالقرع، لا خالص قرع بس يعني اكيد يعني قرع بس ما تجيش قرع بيتقطع في السلطه، بشاميل بالقرع دي اللي بالسمنه والحاجات، قرع بيتقطع في السلطه، قرع ممكن تاكليه كده اهوت بتهرس تاكليه زي ما يعني على حسب ما انت بتحبي. على فكره هو ممكن يتعمل بكذا طريقه، مش لازم بشاميل على فكره خالص. يعني يعني حضرتك في حاجات يعني مثلا في النوتيلا مثلا ممكن نعملها دايت، هي طبعا يعني مش ناخد منها كتير. ازاي بقى بنجيب البندق يعني بيتحمص انت بتعمليه في البيت طبعا، بتتحمص وبعدين بتطحنيه مع كاكاو خام، وبتحطي لو عايزه تحطي ممكن تحطي سكر ستيفيا. سكر ستيفيا على فكره مش اعلان مش ماركه، هي سكر ستيفيا ده نوع من نبات اسمه ستيفيا، يعني مش انا بعمل هو أعلان. سكر دايت لا هو اسمه ستيفيا. غير السكر فيه عندك الاسبرتام، انا ما بحبش السكر فيه الاسبرتام، لكن السكر ستيفيا ده نبات اسمه ستيفيا بيدي سكر بسيط قوي بس حلو جدا وما بيعملش مشاكل. طيب كده نطحن البندق، نحمص البندق ونطحنه. نحمص البندق ونطحنه مع كاكاو خام وسكر ستيفيا على حسب الحاجه بتاعتك. وبعدين تطحن قوي 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 لغايه لما تبقى سائله كده اهو. اطحنها ازاي؟ وممكن تحط بعد كده بقى ده اطحنها عادي بالميكسر الفوت ميكسر عادي الفوت ميكسر، خليها تطحن قوي 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 لغايه لما تبقى مع بعضيها. هتحسي حضرتك عارفه نعم لبن؟ لا لا خالص، ولا اي سوليوشن ولا اي سوليوشن ولا لبن ولا عسل ولا دي بقى ده. زي النوتيلا بتبتدي تعمل زي النوتيلا بالظبط، بس لازم تطحنيها لغايه لما تبتدي تحسي ان القوام بتاعها لمحبي الشوكولاته يا جماعه، لمحبي الشوكولاته بالظبط. يعني كاكاو الخام انا عايزه اجيب كاكاو خام، مش عايزه الكاكاو، انا مش هنقول اعلان، مش عايزه الكاكاو اللي عليه سكر اللي بيتباع في الاسواق العادي. كاكاو خام عادي، انت بتستفيدي بالماده اللي موجوده فيه وما بتاخديش الاضرار بتاعتها. وممكن ببساطه جدا يعني تحط على الحاجات بتاعتك، لو انت عايزه تحطي مثلا على يعني على قطعه بطاطا صغير بس مش كتير هتاكليها في الفطار مفيش مشكله. ممكن نستخدم ولو ان انا مش بحب التوست الحقيقه، بس ممكن نستخدم التوست اللي الأصمر. هو الاسمر بالظبط، العيش الرده بتاعنا العادي ده اللي هو رده وليس معمول بكاكاو. يعني في ناس بيعملوه بالكاكاو بحيث انه بيتلون كده اهوت بيبقى لونه بني، فهو عشان يبسطك قوي يقول لك ده معمول لا انا عايزه العيش اللي هو البلدي العادي بتاعنا اللي فيه الرده اللي هي فيها فيتامين بي
اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان. طب ايه الـ 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 الاعشاب ايوه اللي بتخسس؟ بصي هو انا يعني انا مش بفضل ان انا اخد اعشاب تخسس خلاص، لان انا مش عارفه هي متركبه ازاي. لكن ممكن ناخد مثلا 3 4 كوبايات ينسون على مدار اليوم. اليانسون من الحاجات المفيده للمناعه، اليانسون من الحاجات اللي بتنزل الميه اللي في الجسم، بتعمل هرمون ريبليسمنت للناس للستات اللي هم عندهم بعد الخمسين فحلو جدا، وبيدي نضاره جميله. في عندي القرفة من الحاجات الجميلة. أنا لو عايزة أعمل حضرتك بدل ما نقول بقى أعشاب بتخسس نقول مشروبات الديتوكس. إيه مشروبات الديتوكس؟ بس كده. إحنا ممكن نجيب ليمونة واللي بينظف برافو عليك بينظف وفي نفس الوقت بيخلصوا المية كتير، أو تلاقي نفسك بتقولي التواليت كتير قوي قوي، بتخلصي من المية الضارة اللي في الجسم، بتقوي مناعتك، بتدي نضارة للوش جامدة جدا. هنبدأ بقى بالديتوكس. أكيد أول حاجة الليمون. برافو عليكي. اول حاجه يعني هنقول مثلا نجيب ميه بنحط فيها شرايح ليمون مع نعناع، ده نوع، في عود قرفه، جنزبيل مع في 2 لتر ميه، ده نوع. في عندنا كمان ممكن نحط شرايح برتقان، شرايح تفاح اخضر، ده نوع. ممكن نحط شرايح النعناع. والفعل الجسم بيستفيد منها صح؟ جدا. انا عايزه اقول لحضرتك انا شخصيا، بصي انا على فكره عمري ما بقول حاجه لحد الا اذا كنت انا مجرباها شخصيا وعملتها. انا عايزه اقول لحضرتك بتحسي ان انت في حيويه ونشاط، وبعدين بتحسي بيمنى البطن على فكره. القرفه من الحاجات اللي تظبط السكر بتاع الدم جدا. يعني انت بتحسي ان انت عندك حيويه ونشاط وبتشتغلي كويس. على فكره هو التخن مش عشان انا يبقى شكلي كويس، او انا عشان عندي فرح، او عشان عندي صحاب، او الكلام ده كله. التخن انت بيعقب على المفاصل، بيعقب على الظهر، ما تعرفيش تمشي كويس. طيب ايه رايك في الكيتو دايت؟ هي بصي انا يعني انا مش حابه ان انا اكل حاجه واسيب حاجه. هو في ناس ماشيه عليها ومبسوطه جدا جدا، واخده بالك؟ بس انا شخصيا كنهله انا ما بحبش يعني كلمه كل ده وما تاكلش ده، الا الحاجات الضاره طبعا. يعني ايه كيتو دايت؟ ده بيعتمد على دهون، واخده بال حضرتك، ولحوم معاها. وفي حاجه زي برده كراتاي، ده غلط خالص. انا ما سمعتش عن خالص. ده عباره عن نوع من الناس يعني مطلعين نظام على الانترنت، وانا مش عايزه ارجوكوا مش عايزين نقول بالظبط، وانا مش عايزه اقوله خالص. نظام الكيتو دايت بيخسس كتير قوي لبعض الناس، بس الفكره في ان هو بيفقد كتير قوي من العناصر، لانه طبعا ما بياخد فاكهه خالص. تلاقي ضوافرك اتكسرت، تلاقي مناعتك ضعفت، تلاقيك عييت. مفيش افضل يا دكتور من ان احنا ناكل كل حاجه ولكن بكميه قليله، كل حاجه صحيه. بس نضيف كلمه كل حاجه صحيه. يعني طب ايه الاكل مش صحي؟ الاكل مش صحي الوجبات الجاهزه السريعه، الزيوت المهدرجه، النشويات اللي هي المكرونات بانواعها. ليه كده؟ ليه انتوا وحشين قوي؟ انتوا وحشين قوي على فكره. والله حضرتك لو جربتي الكينوا انت مش هتسليها، يعني جربيها بس كده. هو بتتعمل بدل، عارفه حضرتك ان ساعات الوقت بيعملوا الارنبيط في المحشي بدلا من الرز، وعايزه اقول لك محدش بيحس باي حاجه. لو جربتي الفريك اعمليه انت بطريقتك اللي انت بتحبيها، حطي عليها البهارات اللي انت بتحبيها. يعني احنا عندنا البهارات مثلا زي البابريكا من الحاجات الرائعه. الفلفل الاحمر ده في منتهى الجمال، عايزه اقول لك مضاد التهاب. حطه في الباميه، حطه مع بالظبط، مضاد التهاب، بيحرق كويس جدا جدا. يعني قولي من هنا لبكره. الفلفل الاحمر ده من الحاجات اللي بتتحط في الاكل، تدي ريحه ونكهه حلوه جدا. البابريكا جميله، بلاش الشطه العاديه لان بيبقوا خالطين عليها شويه حاجات كتير قوي. الثوم، البصل، الكرفس، الجنزة. الثوم عريق مفيد؟ عريق لو ان ما عندكيش مشاكل في المعده ما فيش مشكله، انما ممكن تاكليه مش عريق، بس لازم يتهرس. لازم يتهرس عشان تاخدي ماده الالسن الموجوده فيه. تمام. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى كل النصايح دي، وان شاء الله يعني كلنا باذن الله نبدا ان احنا يعني نحافظ على نفسنا وصحتنا واكلنا، وبالاخص كورونا، ويعني نتمنى ان احنا ان شاء الله نظبط الاكل. شكرا ليكي دكتور نهله. مشاهدينا انا بشكركم على حسن المتابعه. اسيبكم مع زميلي احمد عبد الرازق في مجلس النواب، لانه لليوم الثاني الامانه العامه لمجلس النواب بتعلن الجدول الزمني لاستقبال اعضاء مجلس النواب الجدد، وهنعرف المزيد من التفاصيل منك يا احمد. صباح الخير اولا.
صباح الخير عليك خلود، تحياتي لك ولمشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان. هذا مجلس النواب المصري، وعبر هذا الباب الذي يظهر من خلفي يدخل منذ صباح اليوم أو في تمام الساعة 10 اليوم النواب الجدد أو المنتخبون للمجلس التشريعي الجديد. وقد حددت الأمانة العامة لمجلس النواب 6 أيام لاستقبال النواب الجدد، بدأت بالأمس الثلاثاء 22 من ديسمبر، في كان اليوم الأول لاستقبال نواب قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، واليوم الأربعاء 23 من ديسمبر لاستقبال نواب القائمة أيضا عن قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد، بينما غدا الخميس 25 من ديسمبر 24 من ديسمبر يستقبل مجلس النواب أيضا النواب المنتخبون ضمن نظام القائمة عن قطاع غرب وشرق الدلتا. هذه 3 أيام محددة للنواب المنتخبون للقائمة، بينما تم تحديد 3 أيام أخرى تبدأ الأحد 27 من ديسمبر والاثنين 28 والثلاثاء 29 من الشهر نفسه لاستقبال النواب المنتخبون بالنظام الفردي. يدخل النواب عبر هذا الباب يعني، وربما أبرز ما رأيناه منذ أن دخلنا إلى مجلس النواب هو التجديد أو الاتباع الصارم للإجراءات الاحترازية. لا يدخل أي شخص إلى هذا المكان دون ارتداء الكمامة، وربما خصصت هذه الست لأيضا كنوع من أنواع أو كشكل من أشكال الإجراءات الاحترازية، بحيث يستقبل المجلس في أيامه الست نحو 600 نائب، في اليوم الأول 100 نائب، واليوم الثاني اليوم الذي نقف فيه الآن يستقبل أيضا المجلس 100 نائب، وغدا 84 نائبا، وهو ما يساعد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تسليم أو استلام الكرنيهات، كرنيهات العضوية. إذن يدخل النائب إلى المقر، وهو أصلا يكون قد سجل بياناته سلفا عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحصل وفق هذا التسجيل على رقم العضوية، وبالتالي يستطيع أن يحصل على الكرنيه الخاص به بسرعة، ويحصل أيضا على الحقيبة البرلمانية، ومن ثم ينهي إجراءاته بشكل سريع. هذه هي الإجراءات التي تتبع في هذا الحفل الذي أقيم أو الاحتفالية التي تقام على مدار 6 أيام لاستقبال النواب الجدد المنتخبون في مجلس النواب. يعني هذا هو المشهد حتى هذه الساعة، ونتابع مع مشاهدينا الكرام مشاهدي أكسترا نيوز على مدار اليوم استقبال النواب المنتخبون لهذا اليوم لليوم الثاني، وفاصل قصير ونستكمل الخدمات الإخبارية في أكسترا نيوز. شكرا لكم.